أنا كنت شيعي، ولكن الآن أنا مو شيعي، تركت شيعي. يعني أنا بالنجف عايش. أنا كنت طالب بالحوزة، درست يعني وصلت لمرحلة أن هنا بالحوزة يسموها يعني بعد المقدمات تجي مرحلة السطوح، بعدين السطوح عليا، بعد البحث الخارج أنا مرحلة السطوح وصلت له. مشكلة يعني من دخلت بالحوزة صدمت يعني بصراحة هذا الشيء. شو صدمت فيه؟ تفضل مهدي، سني ولا شيعي؟ أنا يعني شيخنا كنت شيعي، ولكن الآن أنا مو شيعي، تركت شيعي. تفضل كمل. تفضل. أنا شيخنا كنت طالب بالحوزة يعني بصراحة، يعني أنا بالنجف عايش، طبعا عائلتي لا زالوا يعني لحد الآن هم شيعة. طالب حوزة، درست يعني وصلت لمرحلة أن هنا بالحوزة يسموها يعني بعد المقدمات تجي مرحلة السطوح، بعدين السطوح عليا، بعد البحث الخارج على مرحلة السطوح وصلت لها. السطوح توازي الماجستير مثلا؟ لا، هي هو الدراسة الحوزوية هي ما بها يعني ما أكاديمية. لا بس بعدد يعني السنوات، عدد السنوات هو اللي انت من تخلص المقدمات، من تدرس يسمونها عندنا هنا بالحوزة يسمونها يعني تدرس المكاسب، بعد انت هنا توصل هاي يسمونها سطوح، ورا المكاسب يسمونها اللمعة. نعم، اللمعة اللي هي بعد البحث الخارج يعني. نعم. بصراحة كنت يعني حالي حال أي شاب بالعراق وبالنجف، أنه إحنا يعني بصراحة تربينا على أنه إحنا أفضل، يعني المذهب الشيعي هو الأفضل. وأنا المشكلة يعني من دخلت الحوزة صدمت يعني بصراحة هذا الشيء. شو صدمت فيه؟ خصوصا بالقائد الشيخ. احنا المشكله يعني ما عندنا كتاب القران الكريم، يعني عندنا احنا طلبنا من عندهم انه درسنا فقط الجزء الثلاثين ومو كله، يعني هيك يعني شيء قليل يعني جزء عامه الصور القصار ما يعرفون يقرون. هم اللي يدرسونكم ما يعرفون يقرون؟ اي يعني، وطبعا يعني من دون احكام، يعني هي فقط صور قصار، وما عندنا عن تاريخ يعني كتاب عن تاريخ الإسلام، عن تاريخ الإسلام هذا ماكو. فهي بدت يعني مشكلتي أنا، يعني بديت أصدم يعني حتى أساتذتي بالعقائد مو بالفقه. يعني كثير من الأمور منعتها، يعني مثلا واحدة منعتها أنه الإمام له الولاية التكوينية. احنا قبل ان ندخل الحوزة انا كنت اعرف ما اعرف يعني شنو الولاية التكوينية، لكن من بدينا ندرس انه الولاية التكوينية يعني الامام قادر على كل شيء، اهل البيت كل شيء. فديهم هيك من باب السؤال سالت الاستاذ، قلت له اذا ما هو عمل الله يعني اعذرنا على هاي الدعوة، يعني قلت له الله مثلا طلع تقاعد وبطل هاي صلاحيات اهل البيت، يعني هم يصرفون هم يمشون. عجيب هذا الدين. يعني قامت الإدارة تسجل عليه مؤشرات على أنه أنا يعني حتى في مرة بدرس القرآن قال من كم يدري صدق الله العظيم، يعني قالوا أنت هواي يعني جاي على غير قنوات. أنا بصراحة اللي لفتني حضرتك أسلوب جدا حلو، أكو بعض المشايخ مع الأسف يعني حتى الإنسان اللي مثلا يهتدي أكو أسلوب جاف يتجمع العادية، انت بسرعة ترافض، انت ما تفتهم، انت كذا فيغلق الطريق عالية، يعني يخلي انت عادك في هذا الانسان جاي من بيئة شيعية سنين جاي تمارس عليها غسيل أدمغة، فانت من يجي لازم انت تعرف هذا المقابل حتى لو هو مثل مرات متعب، لكن انت لازم تكون يا سلس وكلام طيب حتى الأخلاق تأثر. يعني إحنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
وإنك لعلى خلق عظيم، لو كنت تفضل قريض القلب لفضل حربك. طيب حبيبنا سؤال، شنو السبب الرئيس اللي خلاك تتحول، يعني اللي كان هو أهم الأسباب؟ أهم الأسباب يعني لما فت إنه يعني لما إحنا يبقى شنو مثلا إحنا هذا السؤال يعني مثلا بالفقه يقولون هذا إحنا يعني نقلد المرجع. فاليوم أنا قلت لهم زين هو إحنا ليش نقلد المرجع؟ إحنا شيعة، إحنا مو عندنا إمام، الإمام إحنا ليش نروح نسأل السيستاني نسأل فلان وفلان حول وأقوال المراجع؟ إحنا عندنا إمام معصوم وراح نسأله. قالوا وينه؟ قلت له والنبي إمام معصوم وما إحنا نقول عايش تنسيله، فليش نقلد المراجع؟ قالوا ما موجود. فقلت لهم زين إحنا جانا ندرس منطق، نقول النقيضان يجتمعان ولا يفترق، يعني ما يصير هو موجود وما موجود. إذا هو موجود خلينا ليش نقلد مراجع ونشوف النادي ايش يقول. بعد ليش قالوا لا ما نقدر؟ ثم إذا ما موجود قالوا لا موجود ولكن ما تشوفه. فأنا بديت أنا خزعبلات أعرف من الموضوع أي، فبديت أراجع نفسي. بس أنا تعرف شو إحنا ما أريد قضية عواطف يعني أطلع، لأنه أنا دارس يعني دراسة من أطلع كل من أطلع بأدلة. فبديت أقرأ عن المذاهب وبديت أقرأ عن الإسلام بشكل، وأكثر شيء رجعت للقرآن الكريم. لذلك أنا أنصح إخواني عوفوا الكتب، يعني مع احترام الكتب، لكن الكتب إذا تقرأ التراث السنية والإسلامي راح تبعك كتب كبيرة. أقرأ القرآن. بديت أقرأ من القرآن الكريم، بديت أكتشف أنه القرآن كأنما جديد داخل على الإسلام، آية قرآنية. فالإنسان يدخل بالقرآن يوصل إلى مرحلة يشوف أنه هو وين صار. مثلا يعني ابسط شيء مثلا قلت لهم احنا غير، احنا ما نعرف احنا جحفريه، اذا جحفريه المفروض احنا عندنا كتاب عن جحفر الامام الصادق. زين احنا مهدويه مثلا احنا امام مكه واساسا من هو امام؟ حصه قلت لهم بقيه المذاهب عندهم امام، مالكي شافعي حنفي حنبلي، احنا من اذا امامنا يعني من هو جحفر الصادق؟ احنا نقول جحفريه. زين ما عندنا حتى كتاب عن جحفر الصادق للفقه مالكنا. زين ساعة نقول احنا لا مهدوين. زين هو حتى المهدي ما موجود عندنا، هسه صايرين احنا صدريه سيستانيه يعقوبيه. العجيب في الموضوع ان المهدي ما يتدخل في صراعات المراجع ومنوبهم كلهم، وكل واحد يضرب الثاني بفتوى مختلف مع الثاني. شلون صاروا كلهم نواب؟ شيخنا انت هسه اذا تدخل في دائره او مدرسه وواحد يقول لك انا النائب غيركم مدير، صحيح؟ حسنت بالقناة عندكم مدير عندكم أي عشان ما يختلفون. لا هو النائب شنو ما يصير نائب إذا ماكو مدير، صحيح؟ وين المدير؟ يعني هسه حتى أنت بالما يصير أنت لازم أنت تقول أنا نائب، لازم نفس اللحظة تقول أكو مدير. ما يصير يعني نائب شنو نائب؟ حتى إذا ماكو مدير النائب إما هو يخلونه مدير أو يخلونه أو يجيبون واحد يخلوه مدير. أنا جدا معجب أخلاقه بصراحة، أتمنى وشيخنا جاي يصير يعني الشباب. طبعا هو شباب، أنا عايش بالنجف، طبعا الشباب بالنجف كربلاء خاصة هاي المحافظات تعتبر أكثر شيء يعني جاي الناس تعرف جاي بس تخاف. أنا اللي أتمنى واللي أرجو من حضرتك إنه تستمر بهذا الأسلوب الطيب في هداية الشباب، هاي الأسلوب شوية توسع بالك. أكو شباب ترى روسهم غلفة بالهذا، يعني أكو كلمات شوية خشنة أحاول إنه أقلفها، لأن هم ترى تعبانين، والله تعبانين، أنا شباب ترى تعبانة صعبة، شغل سنين هذا، مو بتجيب أي واحد يقول أنا خلفت شيء صعب، والله صعب يا أخي، أنا ظلي سنة أبكي، يلا بعدين. يعني صعب شيخنا التعايش ومجتمع بيئة تتغير شيء كله صعب. فهاي الشباب هاي هلا بيها يعني انت طول بالك وياها، طول عيوني لكم، عيوني لكم. احنا ما قعدنا يا حبيبنا، ما قعدنا على الكرسي. وانت الك محبوبية، يعني هسه انا جاي اشوف الشباب، الك محبوبية بنفوس الشباب كلها بالنجف كربلاء. جاي اسمعك هسه انا اقول لهم احنا مرات نسولف الشباب نقعد بالقهوة نقعد بمكانات اتشي هاي فيسولفون يقولون يعني يقولون هو اخلاقه حلوة، حتى يقولون لحجة السعودية صارت قريبة لنا للعراقيين. فهذا راح يحملك مسؤوليه اكثر انه انت تهتم اكثر، واكو بهم بعضهم
يقول أغبياء مدري شو يسوي. سمع يا أخي ايش الأغبياء؟ هاي صار لهم سنين يشتغلون عليهم، سنين كتب ومراجع علماء طبعا يشتغلون عليهم. احنا مناطقنا هسه لا بها جامع للسنة لا تعالى للسنة، احنا طبعا لقينا هذول قدامنا عشان نطلع، لا تكتبوا ثبتك هاي الله يا الشغلة. حبيبنا وعيوننا لكم أنا يا بس في واحد ردت أنه بالنسبة للإنسان هسه يعني المظاهر شلون شكلها؟ أنا هسه يعني جاي أصلي وأصوم يعني كله، بس طريقة المذهب شلون أختاره؟ يعني أي مذهب من المذاهب السنة أنه أختاره؟ هذا شوية عندي مشكلة، شوف هذا يا على أي غالي، مذهب؟ مذاهب أهل السنة كلها حق بإذن الله. مذاهب أهل السنة تختلف في الفروع، أصلها واحد، الأحناف والحنابلة والمالكية والشافعية دينهم واحد، عقيدتهم واحدة، الاختلاف في فروع الأحكام. يعني مثلا مواقيت الصلاة، واحد يقول لك هذا وقتها، واحد يتأخر شوية فيها يعني هالشكل، لكن وقتها يعني ضمن دائرة الجواز. يختلفون في حل وحرمة بعض المسائل الاجتهادية، لكن عقائدهم نعم واحدة. لذلك إن اهتديت بهدي الإمام مالك فأنت مهتدي، والإمام أحمد أو الشافعي فأنت مهتدي بإذن الله عز وجل، أئمة هدى رحمة الله عليهم. بالنسبة للصلاة، أنا أشوف إن من أحسن من شرح الصلاة صوت وصورة على اليوتيوب الشيخ عثمان الخميس، شرح الوضوء نعم وشرح الصلاة، وهذا في تيسير شيخنا على أنا المهتدين. شايف شيخنا، ما هو رأيك بالمذهب الحنفي العفو؟ أنا يعني قارئ عنه أكثر من خاصة بالعراق، إحنا عندنا هو قبر الإمام أبو حنيفة هنا في بغداد يعني. أولا الإمام أبو حنيفة ما دفن نفسه، وتلاميذه نعم ما بنوا عليه، اللي بنوا عليه الصوفية، وهناك من يغلو عند القبر، وهذا ليست عقيدة أهل السنة قطعا. الإمام أبو حنيفة من أئمة أهل السنة وأعلامهم رحمة الله عليه، فما يفعله الصوفية ينسبونه إلى المذهب الحنفي. الأحناف من براء وكتب الأحناف، يعني صحيح أنا في الجامعة درست العقيدة السنية على يد حنفي، الإمام الطحاوي ثم ابن أبي العز الذي شرحها. درسنا نعم عقيدتنا من الأحناف، ودرسناها من الشافعية، ودرسناها، عقيدتنا واحدة بحمد الله عز وجل، هي عقيدة آبائنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. أسأل الله أن يحفظك. بس قضية إنه هاي المشاهد اللي جاي نشوفها، بس أنا عايش من جاي نشوفها هاي. شيخنا ترى هاي الشباب أكثرها ترى يعني محطتها ونسة حقيقة، معلوم أنا صدق لي شنو الونسة معلوم يعني معلوم لا الونسة لا شنو عارفين عارفينها، يعني يعني ترفيه. معاكسات وشغل لا ومواعيد لا ترفيه، لا لا ترفيه لا ترفيه حتى يعني معاكسات، أنا شفت مقاطع. اي لا لا هالشيء. لا انا اقول لك شلون، احنا ما عندنا يعني برد مثل متنزهات، سينما، حديقه، والله ما عندنا، لان احنا هاي الاحزاب اللي نسبتنا الاحتلال باقتنا بلا مطاعم وتوجه الخارج اللهم، فما خلتنا يعني. فاحنا شفنا سياحة يعني. فجاه تطلع لنا هاي القبور وهميه تشوفها هاي. انا ذاك يوم هذا سالت شيخ معلم هو هنا، قلت له انت بس تصيحون زياره 40 يوم هاي، مش عجب يعني من بعد الإمام الحسين كم إمام الحد يعني قبل المهدي أنتم تعتقدون به؟ يعني تقريبا تعتقدون يعني من الإمام زين العابدين للإمام الحسن العسكري يعني كم إمام مر؟ زين هذول الأئمة كلهم مروا، ليش ولا واحد من عندهم راح للزيارة الأربعينية؟ قلت له هسه حتى عوف البعيدين اللي كانوا، صحيح، قلت له عندك الإمام الحسن العسكري، ما في أحد الإمام من الحسن العسكري الأئمة شنو؟ زار زيارة 40 أصلا، هذا كله كذب في كذب. ألف شكر لك، ألف شكر لك. يحفظك الله يحفظك الله حبيبنا، ثبتك الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.